عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم جلسة لمحاكمة 4 متهمين بإذاعة إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام، والمتهمون هم مصطفى محمد أحمد حسن المومري وأحمد أحمد عبد الخالق علي حجر وأحمد يحيى علي علاو وحمود محمد أحمد المصباحي. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، قدمت النيابة العامة أدلة جديدة على المتهم الثالث أحمد علاو، وكذا عددا من الأدلة الفنية والتي أكدت النيابة أنها ستقدمها في الجلسة القادمة. وطالبت النيابة إلغاء قرار الإفراج عن المتهم الثالث أحمد علاو والمتهم الرابع حمود محمد أحمد المصباحي. بالمادة 202 من قانون الإجراءات الجزائية سالفة الذكر، نقدم لعدالتكم في هذه الجلسة أدلة جديدة ضد المتهمين، وهي محاضرة الاستدلالات والضبط والتفتيش الخاصة بالمتهم الثالث أحمد يحيى علي علاو، والأدلة الفنية قبل جميع المتهمين المرفقة لعدالتكم بهذه العريضة، والأدلة الفنية الأخرى التي سنقدمها لعدالتكم في الجلسة القادمة. وبناء على هذه الأدلة الجديدة نطلب من عدالتكم إلغاء قرار الإفراج، وتحتفظ النيابة العامة بحقها المقرر قانونا في المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنحها الحق في الطعن في الأمر الصادر بالإفراج على المتهمين الثالث والرابع في حال رفض طلب إلغاء قرار الإفراج في هذه الجلسة، وتحديدا عقب الجلسة قبل انتهاء الفرصة الممنوحة للنيابة العامة في الطعن بإلغاء قرار الإفراج 3 أيام من تاريخ صدور قرار الإفراج، كون قرار الإفراج صدر من لديكم يوم الثلاثاء بتاريخ 17/1/2023، وكون المدة المقررة قانونا للطعن في القرار ستنتهي يوم غدا الأحد بتاريخ 22/1/2023، كون يوم الخميس والجمعة عطلة رسمية لا تعد من أيام الدوام التي تحسب ضمن الثلاثة الأيام الممنوحة للطعن في القرار.